اليوم العالمي لداء السكري المصادف ل 14 نوفمبر من كل سنه، حنا ارتئينا كجمعيه وكمجمع صيدل ننظم هذه التظاهره. الحاجه الاولى اللي تسبب الامراض كل هذه وهو السكر الابيض. السكر الابيض حنا ما نقولوش ما تاكلوا السكر، ولكن عرفوا وقتاش ناكلوه وعلاش رانا ناكلوه. رانا نشربوه في الكازوز، رانا ناكلوه في الخبز، ورانا ناكلوه هكذايا كما نقولوا حنايا في الدهون. وهذا الدهون وهذه السكريات تسبب لنا الامراض. نتكلموا على السكري، السكري امراض كبيره. لما نقولوا الارقام، ارقام حوالي 5 ملايين مصاب بداء السكري على المستوى الوطني، ما يعادل حوالي 14.4%، رقم كبير. رانا مقبلين على ممكن مجتمع مريض. مجمع صيدل كل عام حنا نحتفلوا بهذا اليوم العالمي لداء السكري، صدر لا جورني مونديال دو ديابيت. Ou dans le thème de cette année, c'est le diabète concerne toute la famille. رانا نديرو عملية تشخيص للزوار تاع الحديقة. لماذا؟ لأنه مرض السكري مرض صامت، يقدر يكون عند الشخص والشخص ما يحسش بهذاك الأعراض، وبالتالي التشخيص هذا يقدر يساعدنا أن نكتشفوا حالات مرضية.